ختم المولى سبحانه وتعالى هذه الآية بقوله عن هذا العبد: إن ربي غفور رحيم. فقال: إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. في ذلك ترجية عظيمة، فاستعمال كلمة الرب توحي بذلك دون الأسماء الأخرى، لأن كلمة الرب جامعة لكثير من المعاني والصفات. الرب يأتي بمعنى السيد والرازق والخالق والمالك والمحرم أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. وكما حكى عن أهل الجنة أنهم يقولون الحمد لله، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. لذلك على المرء أن يستعين بالله وأن يعتصم بالله وأن لا يسند الفضل إلى نفسه، وينبغي أن يدعو الله تعالى أيضا بأن يثبت قلبه، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم وإن قلب القلوب ثبت قلبي على ديني. وذلك لتعليم أتباعي لهذا الأمر. وينبغي للمرء أن يحذر كيد النفس وألا يأمن شره حتى ولو كان على فراش الموت. فينبغي أن يجدد إيمانه في كل لحظة يستطيعها، بحيث يقول بقلبه ولسانه وكل جوارحه: لا إله إلا الله. وختم المولى سبحانه وتعالى هذه الآية بقوله عن هذا العبد: إن ربي غفور رحيم. فقال: إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. في ذلك ترجية عظيمة، فاستعمال كلمة الرب توحي بذلك دون الأسماء الأخرى، لأن كلمة الرب جامعة لكثير من المعاني والصفات. الرب يأتي بمعنى السيد والرازق والخالق والمالك والمدبر والناصر والحافظ ونحو ذلك من المعاني العظيمة. فاختيار هذه الكلمة هنا دقيق ومقصود، وذلك يشعر بالمعاني المادية والمعنوية التي يضفيها المولى تعالى على عبده، فهو لا يتخلى عنه، لا يتخلى عنه. ولذلك كانت الإضافة هنا إلى ياء النفس، قال: إلا ما رحم ربي، وذلك يشعر بالخصوصية والعلاقة المباشرة بين العبد وبين ربه، وهو أحوج ما يكون في مثل هذه المواضع إلى استشعار هذا الكنف وهذه الحماية وهذه الرحمة من الله سبحانه وتعالى، حتى يتغلب على كيد نفسه وكيد الشيطان. ثم قال مولى تعالى: إن ربي، مرة ثانية توكيد لتعليل هذه الجملة: إن ربي غفور رحيم. لأن من شأن النفس أن تضعف وأن ترفض وأن تعصي، ومن شأن الله تعالى أنه غفور رحيم، هكذا بصيغة المبالغة: غفور، ما قال غافر فعول، ورحيم فعيل، ما قال راحم بل رحيم، فهو كثير المغفرة كثير الرحمة، لأنه هو الذي خلق الإنسان فهو أرحم به من نفسه، وهو الذي أوقعه في هذا الابتلاء، وما يريد به ضرا، وإنما أراد رفعته بأن جعله خليفة في الأرض، ثم أسبغ عليه نعمه وآلاءه ظاهرة وباطنة، وأعطاه الإرادة والعقل، وأرسل عليه الرسل، وأنزل عليه الكتب، وأقام عليه الحجة، ومهد له الطريق، وحذره من عداوة نفسه ومن عداوة الشيطان. كل ذلك ليسلك هذا الطريق عن إرادته، ليسلك الإنسان هذا الطريق عن إرادته ورغبته منه. وقال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فإذا
هيأ له كل سبيل للتوبة والرحمة والمغفرة. ولذا ينبغي أن يستغل المرء هذه الفرصة حتى يوفقه الله تعالى للخير ونقتصر على هذا القدر.